السلام عليكم. اليوم عندنا طريقة تنظيف السمك بالطاولة، يعني نقليها بالطاولة وشوفوا شلون ننظف السمكة. التنظيف يختلف، هذا يوفر كل الجلد. هذا الطريقة يعني ما تقدر تشويها على الفحم. يعني بس يفيد تخلي بالفرن او يلي بالطاوة. سعر كيلو سمك 4000 دينار، وتنظيف 2000 دينار، يعني كل سمكة 2000 دينار سمكة كاملة، إذا كيلو كيلوين وأكثر 2000 دينار يحسب لك يعني التنظيف. وحسب طلب، يعني إذا تريد توخر الجلد أو يبقي جلد، هذا حسب طلب. هذا حلولو، حلولو بالكردي يسموه حليوة، وسمكة اسم كردي ماسي يسموها ماسي. شوفوا ما شاء الله شلون ينظفها، وان شاء الله يعني مرة الله بالبيت هم انظفها واغسلها مرة الله. وصلت نهاية الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسون اشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس، واذا اعجبكم الفيديو سووا لايك على الفيديو. مكانكم خالي ومع السلامة.